في بداية فقراتنا سلمى، خلينا نحكي شوي عن العلاقات الاجتماعية اللي نحن كلياتنا بنسعى دائما انه تكون هي علاقات متوازنة مليئة بالعطاء، مليئة بالحب والتوازن، ان كان مع الاصدقاء سلمى، ان كان مع الوسط المحيط، العائلة المقربة وكل الاشخاص اللي نحن ممكن نحتك فيهم. صحيح فرح، ودائما بنحس انه العلاقات الاجتماعية وقديش نحن قادرين نبني علاقات اجتماعية متوازنة بحياتنا موضوع مؤرق، يعني الناس دائما بتفكر فيها، ترى انا قادر اني اكون هيك على مسافة منيحة من الاشخاص او لا، ما بعرف انت بتفكري بهذا الموضوع او لا. خلص انا يعني مؤخرا صرت ما بحب ابني علاقات جديدة، صرت بحب حافظ على العلاقات الحلوة، العلاقات القديمة اللي هي بحياتي، واثبتوا فعلا هدول الاشخاص ان كان العائلة المقربة او الاصدقاء او حتى العلاقات البعيدة انه هن فعلا اشخاص يمكن بيستحقوا مننا انه نكون نحن معهم، نسامحهم على بعض الهفوات والاغلاط وبنفس الوقت انه يستمروا معنا لقدام، فهن عزبة وسند بالنهاية. اكيد يا رب، والله يخلي لك عائلتك وكل الاصدقاء المقربين منك. ورح نروح لنتعرف اكثر على العلاقات الاجتماعية المتوازنة بالحياة وكيف بنقدر نحقق هي المعادلة بظل مجتمع تغيرت فيه كثير من العادات وايضا طريقة التعامل. كل هي التفاصيل رح نتعرف عليها مع ضيفتنا الأستاذة سلوى عرنوس واللي هي مدربة مهارات حياة وأيضا اختصاصية اجتماعية. صباح الخير سلوى. صباح النور. وينعاد عليكي. ينعاد عليكم إن شاء الله بالفرح والسعادة. كل عام وأنت بألف خير وأهلا وسهلا فيك يا أستاذة سلوى. اليوم خلينا نعرف أول شيء شو هي أنواع العلاقات الاجتماعية، يعني من البداية لحتى نوصل للهرم. تمام، خلينا نقول علاقات كيف نرتبها حتى نقدر نقول أنواعها. أول شيء في عنا علاقات مقربة، هي علاقات أساسية بحياتنا، علاقة السيدة بزوجها إذا كانت هي ما زالت متزوجة موجود ببيتها، العلاقة مع الأهل، علاقتي بأولادي، هي العلاقات الحميمية العائلية. بعد هي العلاقات بتصير كمان عائلية ولكن على أبعاد. بعدين عنا الأصدقاء وأصدقاء العمل وإلى آخره. هالعلاقات كلياتها بنفوت نحن بمشاكل بسبب المفهوم اللي داخلنا أو ترتيبنا للعلاقات. يعني أحيانا نحن بنعتبر علاقة العمل أو أصدقاء العمل هن لازم يكونوا إخوات لإلي، أنا بعتبر هذا الشيء عائد إلي. وعادة علاقات العمل هي علاقات عمل تنتهي داخل العمل، إلا ما ندر أن تكون علاقة خارج العمل هي علاقة صداقة، علاقة محبة، علاقة أخوة. ف دائما الإنسان بيقع بالمشاكل بسبب المفهوم اللي حاطه جواته عن العلاقة وعدم الوعي بهي العلاقة بشكل واعي. يعني مثلا علاقتنا بالعمل ممكن تتحول لمشاكل، لأنه خلال العمل بالنهاية في مصالح وفي شغل لازم يتم وإلى آخره، فممكن يصير مع الشخص بالعمل مشكلة يقول له للتاني أنت لازم تكون جنبي. بشو بده يكون جنبه في شغل، يعني في عمل مو دائما بيكونوا هاي العلاقات حقيقية، وخاصة بظل المنافسة داخل العمل. فلهيك دائما بنقول للأشخاص نحن اللي لازم نرتب علاقاتنا، فنحقق الدائرة الخاصة اللي هي العلاقة الحميمية أو المقربة، هن الأصدقاء اللي أنا بوثق فيهم، أنا أعرف أختار مين اللي بالدائرة الخاصة. ولكن العبثية باختيار الأصدقاء إنه أنا بقرب حدا بالدائرة الخاصة بنصدم فيه. طب بناء على شو أنا حطيته مقرب لإلي؟ هل أنا كنت واعي باختياري إنه هذا الشخص لازم يكون كتير يكون مقرب لإلي؟ عادة الأشخاص الكتير مقربين من إلنا بيكونوا مثلا إمنا، يكون حدا كتير، أختك مثلا كتير مقربة، صديقة عمر، كان في مواقف متعددة مريتي فيها خليتك تقولي إنه هي الصديقة الكفوة، لهيك أنت حطيتيها بهي المرتبة. لكن العبثية بوضع الأصدقاء وبدوائر العلاقات هي هون الخطأ، وبنصير هون بنشرح شو يعني دائرة علاقات. طيب أستاذ سلوى، خلينا نحكي شوي. اليوم عم نقول علاقات اجتماعية متوازنة، شو اللي بيحدد هذا الشيء؟ يعني أنا كيف بقدر أحكم أنه أنا عندي هذا النوع من العلاقات أو لا؟ تمام، هلأ من الذكاء الاجتماعي أني أنا ما أوصل لمشاكل بعلاقاتي، معناها أنا بده يكون عندي مهارات تواصل صحيحة. مهارات التواصل الصحيحة لازم أدرك وأوعى أنه كل شخص بلتقى فيه بحياتي هو ليس أنا، هو بيفكر بطريقته، عنده قيم اجتماعية معينة، عنده شيء اكتسبه من بيئته، اكتسبه من خبرات حياته، كل هالقصص. فأنا لست مصلح اجتماعي. أنا لما بتعرف على الأشخاص وبيصير تقرب وعلاقة اجتماعية، وقتها أنا ببين معي هالعلاقة وين لازم رتبها بحياتي بدون ما أفوت بتصادم.
العلاقات الغير متوازنة إنه بنوصل لمرحلة التصادم، العتاب الدائم، الشكوى الدائمة، حكت قصة مثلا قالتها، عرفت عني هالموضوع، تدخلت بحياتي، زعلت إني ما عزمتها، هاي القصص كلياتها المتعلقة بمهارات التواصل. يعني أنا بمهارات التواصل دائما وعامل الشخص على أنه أهم شخص في حياتي، أي شخص بمر بحياتي أنا أتعامل معه على أنه أهم شخص بحياتي، يعني لا أتعامل معه هالمعاملة المتجافية. دائما ببتسم بوجه الأشخاص. رقم ثلاثة، ما بقرب على قصص تعمل لي مشاكل معه. مثلا هذا الشخص أنا ما برتاح معه بأي وقت، فما في داعي إن تصير العلاقة تبع أنه كل يوم عم نشوف بعض. أنا بحدد هالعلاقة وين توقف. بالإضافة إنه لما نحن بنختار المناسبات، يعني لما بننتبه للمناسبات اللي بتخص الآخرين اللي حوالينا ولو بالتليفون، بنحسسهم إنه نحن جنبهم، فأنا بكون مصدر طاقة إيجابية للناس اللي حواليي. أنا عم بتجنب الطاقات السلبية. هلأ هذا الصديق صار معه مشكلة، سمعته، احتويته، ما كبرت المشكلة، ما كنت سبب بخلافات مع الآخرين، ضلت العلاقة متوازنة. ولكن إذا نحن بدنا نزعل وبدنا نأخذ مواقف وبدنا نتعاتب على طول، بدأت تتحول العلاقات لجفا، بدنا نوصل لمرحلة ما نحكي مع بعض، وخاصة إذا بنلتقى بشكل دائم. فهون قدي أنا عندي قدرة أعمل كنترول على حالي. وبعدين في نقطة مهمة إنه قلتي في ظل هالفترة عم نحس العلاقات عم تخترب مو مثل الأول. الناس بشكل عام بضغوط الحياة، ضغوط العمل، كل شيء عم يخليهم دائما بستريس، يعني دائما عصبيين، دائما عندهم استعداد للغضب والانفعال. فأنا هون بدي يكون كتير منتبه. وقت الأحد كتير معصب أكيد الوقت غير مناسب إنه نتعاتب أو نحكي. بعدين مين اللي بيستحق إني عاتبه؟ قبل ما عاتب مين هذا الشخص اللي بيستحق إني عاتبه؟ هل أنا إذا حكيت الشيء اللي مضايقني هو حياخده بعين الاعتبار وحيكون في شيء سرني، ولا كأنه يعني دق المي وهي مي، شو ما عم بعمل ما عم بستفيد؟ يبقى مو دائما أنا لازم عاتب، أنا بس برتب أماكن. أنا دائما بقول ما في داعي نحن نقطع علاقات، نحن نرتب أماكن. في حدا بيستاهل يكون علاقة قريبة، وفي حدا بيستاهل نحطه بأبعد دائرة بعلاقاتنا، بس نحافظ على الابتسامة ونكون مصدر طاقة إيجابية. ما بدنا ناس مثلا كتير متضايقة أو مضغوطة نضغطها فوق ضغطها. يعني كمان أنا حقلك حتقولي أنا كمان مضغوطة، أوكي، بس أنا ماني مضطر كون أسأل الآخرين، وبنفس الوقت ماني مضطر أتحمل. فبحمي نفسي بأنه أنا حدد المواقع للأصدقاء والعلاقات اللي بتمر بحياتي. بعض الأشخاص أستاذ اليوم بميلوا لتشعب العلاقات دائما، تليفونهم يمكن ما بيهدى كل الوقت، عندهم علاقات اجتماعية إن كان بالعمال، خلينا نقول ببناية واحدة، ممكن يكون يعرفوا كل الحارس ببعض الأوقات، اجتماعيين كثير، اجتماعيين زيادة عن اللزوم. أنت برأيك أنه هذا الشيء ممكن يكون سبب لمشاكل للشخص نفسه، أنه هو ما قادر بوقتها يرتب الأشخاص حسب الأقرب إلى الأبعد إلى العلاقات الرسمية؟ أو كيف بيكون؟ شو بتنصح اليوم هذا الأشخاص؟ عادة بالعكس هو بيكون مرتب العلاقات، ولكن ما بيكون عم يحظى بعلاقة مقربة، لأنه هو ما عنده وقت يوطد علاقة معينة، عنده علاقات كثيرة وشخص اجتماعي كثير. بس هذا الشخص ممكن يتعرض لمشاكل أنه هو لأنه بيحكي مع الكل وعلاقاته واسعة، البعض ينزعج إذا كانوا مختلفين مع أشخاص آخر يعني. ولكن هو كنجاح بالعلاقات بيكون عنده نجاح بالعلاقات، ولكن ما عنده علاقة حقيقية، ما عنده علاقة مقربة. غالبا بتكون علاقته المقربة هي بوسط بيته، وإذا كانت علاقته بوسط بيته أصلا ما أنا مقربة، فهو لا يحظى بصداقة حقيقية من الداخل. وبحس حاله انه انا حواليه كل الناس بس انا ما معي حدا. هذا الموضوع بيرجع له. هاي الكلمه فعلا كثير بنسمعها، أيوة، انا حوالي كثير ناس بس وقت الجد في وقت ما بلاقي حدا. اي ما في وقت، لا وقت الجد هون مشكله، انه انا ما عندي صديق كفو. وهي يعني هي بنشتغل عليها، يعني بس لاقي انسان فعلا قيمه حقيقيه من الداخل، يعني خلينا نقول معدنه ذهب، انا لازم احافظ عليه ولازم اقوي علاقتي فيه. وكيف منقوي علاقتنا فيه؟ منعبي رصيد مع هالشخص، يعني مر بموقف كون جنبه بكل مناسباته، فأنا بكون عم عبي رصيد وعم لاقي نتيجة. بنرجع بقول معدنه ذهب، يعني هذا أصيل، مو أنه الشخص اللي أنت بقال شو ما عملتي منيح بتتفاجئي بردة الفعل، أكيد لا. لهيك نحن لازم نكون واعيين تماماً لمؤشرات خلال العلاقة،
أي شخص بمر بحياتنا بصير مؤشرات، في شيء لازم نتسامح وفي شيء لازم نوعى هذا الشخص. يعني أنا شو ما عملت ما بلاقي نتيجة، فأنا يعني لازم عيد ترتيب هالعلاقة. أما بالنسبة إنه إحنا دائما يكون عنا علاقات كتيرة، أحيانا كتير مهمة العلاقات كرمال العمل، كرمال حياته للإنسان. حتى علاقاتك بالناس مهما كانت بعيدة ما أنا مقربة هي مفيدة، فعلاقاتنا بالناس بدها تكون إيجابية. فالشخص اللي كتير اجتماعي أكيد عمله فيه كتير نشاطات لحتى هيك بيعرف كل الناس. وبصراحة أنا بعتبر أنه شخصية كتير عندها مهارات تواصل حتى قدران يوفق مع كل هالعلاقات، برافو عليه. ولكن لازم ينتبه أنه يكون عنده فعلا صديق حقيقي يلجأ له وقت بيحتاج وفعلا يكون جنبه. وكل حدا فينا لازم يكون عنده صديق أو اثنين حقيقيين، فلازم نكون منتبهين للمؤشرات لما بيمر بحياتنا شخص عن جد معدنه ذهب، عن جد نحافظ عليه ونتذكر أنه ما في حدا 100% منيح. صحيح. يعني لا بد من التسامح. أما إذا بدنا نوقف على الوحدة على بعض، ما حدا فينا بيكون عنده رفيق ولا حدا فينا بيكون عنده شريك بالحياة أصلاً. أكيد. طيب أستاذ سلوى، بعض الدراسات بتقول إنه الطريقة اللي ممكن الشخص يكون عنده فيها أصدقاء وصنفون لخمسة، أصدقاء الطفولة اللي هن نتعرف عليهم عن قريب، أصدقاء المدرسة وبالذات الابتدائي، أصدقاء الجامعة، وأصدقاء العمل، حطوا هيك تحت شوية خطوط إنه صعب طبعاً يكون في صداقات حقيقية بالعمل. ويعني هاي الأنواع قديه مهم أنا أقدر يكون عندي ولو نوع واحد من نوعهم. طبعاً. هلا أصدقاء الطفولة، الشخص اللي عنده أصدقاء هني أصلاً كان بيعرفهم من الطفولة، فعن جد هذا إنسان عنده نجاح كتير كبير حتى محافظ على هالعلاقة لهلا. البعض بيكون عنده أصدقاء طفولة بينتقل لمدرسة تانية خلص بينساهم، بصير عنده أصدقاء هاي المدرسة، بيرجع كمان بالإعدادي نفس الشيء، بالثانوي بالجامعة أصدقاء الجامعة، بعدين هذا تزوج هذا سافر ما بيعود عنده، ببلش بيتعرف بالعمل، بنتعرف من خلال مكان سكننا إلى آخره. هذا زملاء يمكن مو أصدقاء. لخلينا نقول لما عم يكون عنده صداقة، أنا كتير بتمر مثلا هاي الاستشارة، أنا عندي صداقة مدة 4 سنين بعدين الأشخاص أصلا يعني بيختفوا من حياتي تلقائيا. بشكل عام العلاقات لها دورة، فما فينا نقول إنه والله أنا إذا ما عندي صديق من الطفولة أنا ماني ناجح. كل علاقة إلى دورة، هاي الدورة بتنتهي لما عن جد بتنتهي الرسالة من العلاقة. في أصدقاء طفولة فجأة بيختفوا من حياتك وبترجعي بعد سنين بتلتقي فيهم وبترجعي بتوطي العلاقة من أول جديد. ولكن العلاقة اللي دورتها حقيقية وعن جد عم تكون مستمرة هو الصديق اللي بيكون معك ومريتي بعدة مواقف وضل معك، لما وقعتي ولما وقفتي ولما كل هالمواقف كان معك، هذا الصديق الحقيقي. بس ما كل الناس بتحظى بصديق حقيقي. فنحن بنقول أصدقاء الطفولة هن بيحملوا ذكريات الطفولة، كل ما نشوفهم ننبسط ونكون سعداء، بس علاقتنا بتبع السنوات الماضية وإنه كيفك شو صار معك هلأ وبس وقفنا هون ما رجعنا كملنا، أو بجوز كملنا ووطدنا علاقة اختلفت بقى لنمطها. نفس الشيء أصدقاء الجامعة هن أصدقاء مميزين، لما نكون نحن بمرحلة شو بدنا نعمل بالحياة، مرحلة الأحلام، هن اللي بيعرفوا أحلامنا وبيعرفوا كيف كنا نفكر. هي بالنسبة للجامعة. أصدقاء العمل هن دائما 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 أكيد تحت 4-5-6 خطوط، حتى هن أصدقاء داخل العمل يجمعنا هذا المكان، بدليل انه اذا الشخص ترك العمل ودائما هدول الاصدقاء بيتواصلوا معه. هون رجعت لمهارات تواصله، هو اللي بيحدد، هو اللي بيحافظ على هالعلاقه، لانه علاقات العمل لها كثير يعني نقاط لازم يتبعها ولازم ينتبه كثير منيح لانه ترتبط بنجاحه بالعمل. فيعني هي علاقات مزيفه غير حقيقيه الا ما ندر. بعدين لما بنيجي نحن للعلاقات الصداقة الحقيقية، هي اللي بتكون خارج العمل، ممكن تكون هذا الصديق الحقيقي تعرفت عليه بالعمل بس ضل حقيقي، أو تعرفت عليه بالجامعة أو كان من الطفولة. هون كل شخص فينا حيمر بتجربة خاصة فيه، ولكن ما فيني أقول أصدقاء الطفولة رقم 1 أو أصدقاء المدرسة رقم 2 أو لا، ما فيني حدد. إنما المواقف تحدد من هو الصديق. مواقفنا هي اللي بتخليني أقول إنه هاي الإنسانة فعلا حقيقية. بتلاقي يعني كتير بتيجي تقول لك أنا عندي صديقتي كانت كتير منيحة وكأنها أختي، كأنه هالإنسانة فعلا أختي من أمي وأبي قديمة قديمة منيحة معي. بمر هذا الشيء، بس نحن برجع بقول نحن عبينا رصيد وهن عبوا رصيد عنا. يعني ما حدا فينا استغل التاني، مو أنا ضليتني عم بستغل هالصديقة أو اسمعها وبعدين مل إني عم بسمعها. كتير مهم إنه نحن ننتبه يكون عنا وعي عم نستوعب شو عم يصير بالعلاقة.
بنصائح أخيرة وسريعة خلينا نقول أستاذة سلوى، كيف نقدر نعزز العلاقات الاجتماعية ببعض الأوقات؟ هل هو صح أنه نحن نتغاضى عن بعض الأخطاء أو العثرات؟ حلو، إذا ما بدنا نتغاضى ما عنا صديق، لأنه نحن حتى عن الإخوات منتغاضى، عن أولادنا منتغاضى، عن شريك الحياة منتغاضى، فلا بد إذن نحن منحافظ على علاقاتنا بأنه دائما نكون عن جد عنا طاقة إيجابية مبتسمين، وعنا محبة، وعنا وعي، وعنا وعي بكل العلاقة اللي نحن عم نمر فيها. والأهم من هذا كلياته أني عامل الشخص عن جد على أنه مهم، لأنه كتير بيعطيه للشخص الثاني طاقة إيجابية ممكن تستمر العلاقة. نهتم بمناسبات بعض، ننتبه لصوتنا ما يكون كتير عالي، ننتبه لإيماءات وجهنا إنها تكون حلوة، إذا كنا منزعجين نعتذر ونقول نحن بمود مو خرج نحكي، بس لا نتسبب بجرح للآخرين تمام. لأنه كل حدا فينا عم يدور عن ابتسامة، فالعلاقات تستمر وتدوم بالمحبة، تكون رسالة محبة، مالك قدران تكون رسالة محبة، عود ببيتك، ما في داعي تتواصل تزعج الآخرين بطريقة أو بأخرى، لأنه أنا حتى لما بدي فضفض لرفيقتي المفروض إلا أنا كتير تعبانة بمود مالي أوكي ومحتاج أحكي لك، هل أنت قادرة تسمعي؟ كتير مهم أنه نحترم بعض، أما أنه أنا إلا رفيقتي تعي شربي فنجان قهوة وعد انزعلها مزاجها وأعطيك للطاقة السلبية وتروحي عند أولادها تعطي الطاقة السلبية وتروح الطاقة من شخص لشخص ليه الموضوع يصير أساسا؟ فدايما نبتسم ونتذكر أنه ما فينا نعيش بالحياة لحالنا، وكل ما كان عم نعطي رصيد إيجابي الرصيد بيرجع لإلنا، العطاء أكيد. بيرجع مو ضرورة بالنفس الشخص أكيد. هي صرنا نسمعها جديدة كمان، هي رصيدك خلص يعني ما عاد فيه خلص السماح وخلص الموضوع تماما. هلأ نسمع هي الكلمة تبع إنه أنا عم طنش عم بتجاهل كتير قصاص لحتى مثل ما قلتي اتغاضى. طب هي التغاضي كمان مو له أسلوب يعني، وإلا ممكن يأثر سلبيا بصير بعدين ما عاد يفرق معي شيء؟ شو يعني اتغاضى؟ يعني هذا الشخص بيكذب كثير، ما بقى اسمع، وجع قلبي خلص حفظته. يعني حقوم غير هالشخص، بحدد بقى انه هو ضروري يكون مقرب ولا خليه على بعيد، لاني انا ما بحب اسمع ناس بتكذب. اما اني اتغاضى وانا مستمره بالعلاقه معناتها كل ما حكى انا شو عم اقول جواتي، عم انزعج، فانا فعليا عم عبي مكموره بالطاقه السلبيه انا مالي مضطره عليها. التغاضي عن بعض الامور اللي انا ما في داعي اوقف عندها، مثلا بتعمل دعوه والله هيك نوع من الغلاظة بعض الصديقات، أو هي مثلاً ما بتحبك بتدعي أشخاص وما بتدعيك، يعني خلاص إنه هذا طبع خلاص الله ييسر له، ما في داعي يوقف أساساً، بس أنا حغير مكانها، كانت مقربة صارت كتير بعيدة، ما بوجع قلبي. أما إذا أنا بدي اتغاضى وأنا بتضايق وبعدين لو أنا اتغاضيت عن واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة، هل نعتقد أن جميع الناس اللي تمر بحياتنا هن يدركوا الخطأ اللي نحن عم نقوله انه هو فعلا خطأ؟ اكيد نتفاجأ. لا نتفاجأ بردة الفعل، حنا بتقولي قديش بحكي، ما في داعي، معبي بقلبك كل هذا ساكت. ايوه لن تستطيع ان تغير الاخر، انما تستطيع ان تغير ردة فعلك تجاه موقف الاخر. اكيد اكيد بالنهايه في ذكاء التعامل، في يمكن اسس الواحد يمشي عليها. أكيد. مو اي شخص نحن بنقدر ناخده صديق، ومو اي شخص ممكن يكون هو تمام. الصديق المقرب. بس اليوم سكتنا. تماما اليوم شو هي المبادئ يلي بتحسي انه الشخص لازم يكون واثق منه لحتى مثل ما بنقول سلميات سره لحدا؟ لانه اليوم هذا شيء يمكن كثير مهم بحياه اي شخص كبير كثير يعطي كل واحد مننا في عنده سر بحياته او اسرار او بعض المشاكل يلي ما بصير تطلع للعلن. حكيتي نقطه مهمه، خلينا نعرف اللي هي كيف. البساطه، في كثير اشخاص بمروا بتجارب بعلاقاتهم الاجتماعيه سيئة أو صار فيها فشل، بتكون ردة الفعل كما يلي، أنه تفاجأت، ما بتتخيلي قد ايه بحبها وبعتبرها أختي، كنت فوتة على بيتي، تفاجأت شو بتحكي عليها. شو نسمع مصطلح أختي يعني. تمام، أوكي، طب أنت لما اعتبرتيها أختك بناءً على شو اعتبرتيها أختك؟ في عنا طيبة، في أشخاص عندهم طيبة مبالغ فيها، يعني أنا آسفة إنه نقول سذاجة يعني تحديد العلاقات، نقصد بالسذاجة الطيبة الزائدة. صح. نحن لازم لما أحكي كلمة أو أحكي سر ما يهمني، إذا أنا بيهمني هذا السر ولاقيه كتير بخوف فلا أحكي، أو بدي أحكي طيب حكمة ولو إنها مؤلمة. أصدقاء الأمس ممكن يصيروا أعدائي طبعا، ما في داعي. أنا يعني كل شخص
بمر بحياتك مهما كان مهم، ممكن بيوم من الأيام ما يعود صديق. فهل نحن مستعدين لهالخطوة؟ طبعا حتقولي لي هذا الكلام كتير صعب وخطير، معناتها أنا ما حرافق حدا. لا، أنا حأعمل بأصلي وأتعامل بمعاملة جيدة للأصدقاء بدون خوف. لما بسمع كلام بيزعجني بختصر، بس ما بحكي، يعني ما بعطي مقتلي لحدا، وهذا موضوع كتير مهم. في عنا خصوصيات ما لازم تنحكى، دايما بنقول خصوصيتنا إذا أنا بدي فضفض تنقال للمعالج النفسي، لأنه المعالج النفسي ما بيحسن يحكي، لأنه إذا بده يحكي فبيخسر مهنته. صحيح. أنا ممكن أحكي لمعالج نفسي، أنا ممكن أحكي مشكلتي لمحامي هو محامي، أنا ممكن أحكي مشكلتي لأمي. أكيد. هدول يعني العلاقات الاجتماعية إذا أفشوا سر أهانوا ذاتهم. أكيد العلاقات الاجتماعية مشربكة وكبيرة، ما رح يزعلوا. صحيح، وما حنقدر نخلص أبداً. حديثنا رح يكون لنا فقرات تانية نحكي فيها بشكل أوسع. أكيد. وأكيد نرجع مرة تانية لك. نعاد عليك وشكرا لوجودك سوا حبيبة قلبي، كل الشكر لك. كل عام وانت بخير يا رب.